في عندنا السنجل سيرفر راح يصير في تو ايفنتس ممكن يحصلوا. الايفنت الاول اللي هو الرايفل، في حاله الارايفل نسال الستاتس اوف ذا سيرفر، هل السيرفر بيزي ولا ايدل. اذا كان السيرفر بيزي الكاستمر شو بيصير اللي موجود بال يعني سوري، اذا كان السيرفر بيزي معنى ذلك ان الكاستمر اللي يدخل على السيستم بيروح على الكيو. اذا كان السيرفر ايدل معنى ذلك ان الكاستمر اللي بيدخل على طول بيمسك السيرفر وبيبلش الخدمه. اذا كان في عندنا الايفنت عباره عن ديبارتشر، اوكي نفس الشيء بنسال هل الكيو امتي ولا لا. اذا كان الكيو امتي اوكي معنى ذلك انه ايش ست ذا سيستم ستاتس تو ايدل، خلاص ما في حدا بيقدر يدخل على السيرفر لانه ما في حدا منتظر. اذا كان الكيو نوت امتي يعني في حدا بالانتظار وخلص واحد يعني غادر، معنى ذلك انه غد خلص الخدمه، اذا السيرفر صار ايدل وبالتالي بيقدر واحد يدخل ياخذ الخدمه. Then remove customer from queue and begin service. طيب an example of hand simulation. لنفرض إنه في عندنا simulation اللي بدنا نعمل إحنا يعني على الصورة التالية هي كالآتي. لنفرض إنه في عندنا الانتر arrival times محددين للكسر الأول والثاني والثالث والرابع إلى آخره، والservice times يعني الانتر arrival time للأول هي عبارة عن شو؟ 4 بالعشرة. الثاني 1 و2 بالعشرة. متى 1 و2 بالعشرة؟ بعد دخول الأول، يعني الواحد داخل الأول بعد 4 بالعشرة، بعديها ببلش اللي هو دخول الثاني. الانتر الرابل الثالث بعد دخول الثاني بإيش؟ ب5 بالعشرة بدخل، بعد دخول الثالث ب1 و7 بالعشرة بدخل للرابع، وهكذا. هاي معنى الانتر الرابل الخامس، الانتر الرابل بين الأوقات اللي بين دخول الأول والثاني أو الثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا. السيرفيس تايم كل واحد من الكاستمرز بيدخلوا قديش السيرفيس تايم تاعته. لنفرض انه بدنا نوجد الافرج ديلي ان كيو واليوتيلايزيشن، هاي الاشياء اللي بدنا نحسبها يعني. فحتى نعملها بدنا نشوف كيف بدنا نعمل سيت اب للسيميليشن. هاي اللي بدنا نسميها انا هاند سيميليشن اوكي، سيميليشن باليد يعني. اذا بتلاحظوا على السيميليشن هاي اللي عاملينها في عندنا هون بالاول فوق تي ام، هاي المقصود فيها اللي هي السيميوليشن كلاك، هاي بتحاكي الواقع يعني في الدقيقة أو في اليوم الأول أو خلينا نقول في الساعة الأولى، الساعة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة إلى آخره. أوكي شو اللي راح يصير، شو الإيفنتس اللي راح تصير. إذا هاي تي أم السكاجل أي تي، هذه هون نحكي عن هذول شو الموجودات هون. هاي الأرايفل تايم متى راح يحصل، هون بيقول لنا متى راح يحصل الإيفنت اللي هو الأرايفل، هون متى راح يحصل الديبارتشر تايم. لاحظوا طبعا في البدايه في اللحظه الزيرو ما في حدا بالسيستم وبالتالي لا يمكن واحد يغادر، اذا ديبارتشر تايم مش موجود، عشان هيك بنحطها انفينيتي. بالكمبيوتر ما في انفينيتي، بنحطها رقم عالي مثلا 999 او 9909، شيء اكبر من الاشياء الموجوده. هذا كله عباره عن ايش بنسميها، اللي هي الايفنت ليست، هاي توصف لنا كل ايفنت متى راح يحصل. ماشي، اذا الارايفل تايم والديبارتشر تايم. الاس اس هاي بتمثل لنا اللي شو السيرفر ستاتس، سواء لو جينا لهون اس اس السيرفر ستاتس، هل السيرفر بيزي ولا لا. زيرو معناها ايدل ما فيش حدا عنده، واحد معناها انه السيرفر ايش في حدا بياخذ الخدمه. الدبليو ال اللي هي الويتنج لاين، هل في حدا بينتظر ولا لا. هذه شو بتمثل هون، الانتظار لكل واحد من السيرفرز الاول، الكاستمرز الاول الثاني الثالث الرابع، متى دخل الاول متى الثاني متى الثالث الى اخره، يعني مشان نقدر نجمع الداتا تاعتهم. هذه تي ال اي تايم لاست ايفنت، متى حصل اخر ايفنت، هون راح نحطه هون. وهذول راح يمثلوا لي اللي هم ايش قلنا الاستاتستيكال كاونترز، نمبر ديليت كم واحد صار تاخروا، اللي هم كم واحد دخل يعني على السيستم ورصدنا له التايم تاعه الويتنج تايم تاعه، قديش التوتال ديلي لكل واحد قديش انتظر. هاي الاري اندر كيو اف تي، كيو اف تي المقصود فيها اللي هي بنسميها اللي هي قديش الناس اللي دخلوا على الانتظار، اللي دخلوا على السيستم كل واحد قديش انتظر. اوكي هاي بتصير على شكل يعني فانكشن متعرج، بدنا نوجد الاريا تاعها مشان الافرج تاعها بيروح بيطلع لنا قديش الويتنج تايم. الاري اندر بي اف تي هذه بتمثل اللي هي بتمثل فقط انه السيرفر ايدل واحد او صفر، واحد وصفر، واحد وصفر، فبتجمع لنا قديش الاريا
مرات يكون واحد قديش المسافة كان واحد قديش صار صفر قديش واحد إذا على مدار الزمن هذا كله قديش كان واحد وقديش كان صفر المجموع تاعهم يعني على سبيل المثال لو كانت واحد دقيقتين ثم بعدين صفر بعدين مرة ثانية 3 دقائق بعدين بنجمعهم قديش كان سيرفر بيزي لنفرض أنه كان مثلا 20 دقيقة بيزي من خلال السيميليشن اللي عملناه اللي كان مثلا يساوي 60 دقيقة إذا بنقول أنه 20 على 60 كان اللي هو السيرفر بيزي وهي قلنا هي معطاة معنى اللي هم 4 بالعشرة 1 واثنين بالعشرة 5 بالعشرة 1 7 بالعشرة اللي هم الانتر ارايفل تايمز إذا في البداية أول شيء قلنا هاي راح تكون نحطها 4 بالعشرة هاي 999 النقطة اللي بعدها الآن حركنا لحظة حركنا التايم هو اللي عند 4 بالعشرة إذا صار الإيفنت الحالي أيوه next event اللي صار اللي هو 4 بالعشرة then time هاي اللي نفسها TM كانت عند النقطة 4 بالعشرة عند النقطة 4 بالعشرة صار في عندنا event إذا دخل عندنا event وبالتالي وين راح يكون هذا الايفنت اللي هو الأرابع يعني دخل كاستمر راح يبلش عند السيرفر والسيرفر كان ايدل الآن صار بيزي صار عندنا في واحد اوكي عند السيرفر لأن بما أنه دخل الأرايفل دخل الكاستمر عفوا اللي صار في عندنا أرايفل إذا بدنا نعمل سكيدجول للأرايفل الثاني قلنا الأرايفل الثاني بيحصل متى بعد مرور 1 و2 بالعشرة إذا بعد مرور 1 و2 بالعشرة بيدخل أوكي من هذه اللحظة من اللحظة 4 بالعشرة إذا 4 بالعشرة زائد 1 و2 بالعشرة بصير 1 و6 بالعشرة إذا راح يكون في الدقيقة 1 و6 بالعشرة يدخل الكاستمر الثاني طيب اللي دخل الآن بلش الخدمة متى راح يغادر بغادر بعد مرور قديش الزمن تاعه قلنا هاي السيرفيس تايم تاعته هي عبارة عن 2 إذا بعد مرور دقيقتين من الآن الآن 4 بالعشرة زائد 2 في الدقيقة 2 و4 بالعشرة بغادر هذا الكاستمر الآن نطلع هذول 2 events مين الأقل منهم يعني بقول في الدقيقة 1 و6 بالعشرة راح يدخل واحد في الدقيقة 2 و4 بالعشرة راح يغادر واحد إذا بقول الإيفنت القادم مين راح تكون هي الأقل من بينهم إذا في الدقيقة 1 و6 بالعشرة راح يكون في عندنا arrival فلذلك لو عملنا كليك راح يدخل الآن راح يدخل كمان كاستمر هاي وعملنا advance للtime هاي حركناه صار عند الدقيقة 1 و6 بالعشرة أوكي هاي دقيقة 1 و6 بالعشرة صار عندنا في arrival event الكاستمر هذا الكاستمر شو راح يعمل راح ينتظر بالwaiting line وراح نحط نسجل متى الزمن تاع الدخول تاعه أوكي لأن هو طبعا هاي يقولنا statistical counters هاي راح نشوف كم واحد اللي انتظروا الأول انتظر صفر هذا كمان بينتظر بس لسه ما حددنا كم الانتظار تاعه الاري قلنا الكل under BT معناها إيش متى السيرفر busy البيزي احنا قلنا بلش من 4 بالعشرة اللي عند النقطة هاي الحالية اللي 1 و6 بالعشرة اذا 1 و2 بالعشرة كانت الاريا تساوي 1 اوكي الفانكشن يساوي 1 الاريا بصير 1 و2 بالعشرة في 1 اللي 1 و2 بالعشرة بالضبط يعني الان next event راح يكون في الدقيقة 2 و1 بالعشرة ليش 1 و2 بالعشرة لان عملنا سكاجول ايضا للرايفل الثالث بعد ما وصل الثاني الثالث راح يحصل بعد مرور ايش 5 بالعشرة من الان اللي هي الان 1 و6 بالعشرة اذا في الدقيقه 2 و1 بالعشرة بيحصل الارايفل اوكي ديبارشر ما زال الاولاني اللي دخل بالاول لسه ما غادر قلنا في الدقيقه 2 و4 بالعشرة بيغادر اذا في الدقيقه 2 و1 بالعشرة بصير في عندنا الارايفل وبالتالي صار في عندنا الارايفل الثالث اذا صار في عندنا 2 بينتظروا الاول دخل بالدقيقه 1 و6 بالعشرة الثاني دخل بالدقيقه 2 و1 بالعشرة وبالتالي قاعدين احنا بنحسب الان ايش الاريا صارت شو بتصير الاندر كيو اوف تي صارت اللي بلشت من وين من عند الخمسة بالعشرة من عند النقطه لاحظوا كان بالاول اللي بالانتظار ما كان في حدا بنتظر او عفوا كان في واحد بنتظر بلش الانتظار اللي قبله في الدقيقه 1 و6 بالعشرة للدقيقه 2 و1 بالعشرة اذا النص اذا فقط الفانكشن اذا تخيلته راح يكون الاريا تاعته اللي 5 بالعشرة في 1 النكست ايفنت شو راح يصير هو عباره عن الاقل بالاول بنعمل سكيدجول للنكست ارايفل نكست ارايفل لانه دخل الان الارايفل راح يكون بعد مرور لاحظوا شو 1 و7 بالعشرة من 2 و1 بالعشرة نضيف لهاي 1 7 زائد 2 و1 بالعشرة بصير 3 و8 بالعشرة اذا الارايفل التالي راح يكون في الدقيقه 3 و8 بالعشرة لكن الديبارتشر الكاستمر الاول اللي دخل متى راح يغادر في الدقيقه 2 و4 بالعشرة هاي اقل اذا راح يكون هذا هو اللي هذا الحدث اللي راح يصير في الدقيقة 2 و4 بالعشرة غادر واحد
واحد من الكاستمر اللي بنتظره هون نقص عددهم ودخل على السيرفيس اوكي ورفعنا الكاستمر الثالث حطينا على راس الطابور. دام نشوف السيرفيس تايم اللي دخل قديش السيرفيس تايم له؟ قلنا 7/10 زائد 2.4 بصير 3.1. اذا النكست ايفنت راح يكون من الاقل بهذول هو 3.1. مين هو؟ عبر عن ديبارشر. اذا النكست ايفنت راح يصير يغادر هذا اللي هون يغادر عفوا هذا وهذا يكون يدخل مكانه. اذا صار السيرفر ما زال بيزي صار ما فيش ولا واحد بنتظر. ايضا بين لو بنعمل سكاج ولا مين للارايفل التالي راح يكون في السيرفس عفوا السيرفر متى راح يغادر هذا؟ راح يغادر في الدقيقة بعد مرور 2/10 من الآن اللي 3.1 زائد 2/10 دقيقة 3.3. إذا أيضا راح يكون هو عبارة عن departure next event هذا أوكي. إذا راح يصير هاي في الدقيقة 3.3 غادر ما ظلش ولا واحد بالسيستم. إذا شو راح يصير بالسيرفر؟ راح يصير idle وهكذا العملية بتظل تستمر على هذه الصورة. نشوف مين next event ونروح نعمل schedule ظل نحرك بهاي اللوحتين اوكي حتى نوصل بالاخر للزمن المطلوب. طبعا هاي كلها احنا نعملها بنعمل لها برمجه وتارك بعمل لنا تمام الفتره.